عن جديد مشاهدينا بنرجع نحن وياكم، وختامها مسك أكيد دايما مع رئيس لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدني بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأستاذ وديع كنعان. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. صباح الخير. أهلا وسهلا. تنحكي اليوم عن السياحة على بلبنان، على أبواب الصيفية، وصرنا بالصيفية سياحة بيئية دينية، والمسار اللي نحط للمشاريع السياحية اللي رح تكون أكيدة بالهالسنة وبالسنين المقبلة. ولكن قبل ما نبلش حديثنا معك أستاذ وديع، بدنا نشوف فيديو عن السياحة الدينية انعمل، بنشوفه سوا ونرجع. نرجع. يلا. مطرح ما في تاريخ في سياحة. التاريخ العالمي مهم للكثير من السواح، أما التاريخ الديني فهو الأهم لأنه بيشمل الكل. إذا إرثنا التاريخي هالقد بيجذب سواح، عم تتخيلوا شو ممكن يعمل تاريخنا الديني؟ نحن منا على خريطة السياحة الدينية، مش لأنه ما عندنا تاريخ، لأنه تاريخنا بعده مدفون. دعوة للكل تنقوم تاريخنا ونقوم بالبلد وبالاقتصاد وبالسياحة. عم تسأل عن أي تاريخ عم نحكي؟ رح نبلش من الصخرة، مدينة سور ومرفقة يلي زار بولس الرسول 7 أيام سنة 57 ووجد فيها الكنيسة وسجد وصلى على الشط عنا مع التلاميذ وركب السفينة وراح يبشر العالم. عنا من صيدا وبيت الضيافة يلي أعد للنبي إيليا، يلي لما نوقف المطر الله أمر أرملي من عنا إنه تهتم، ولمن مات ابنه الله قيمه بواسطة النبي الضيف. وتكرر المشهد بنفس المكان لمن كان يسوع عم يمشي، صادف امرأة كنعانية من عنا كانت بنتها مسكونة وحررها، ولمن كان يسوع يروح يبشر كانت أمه تنطره بالمغارة عنا بمغدوشة. ومن عنا بقانا بلش يسوع خدمته بأول أعجوبة لما نحول الماء لخمر، رمز للعهد الجديد مع الله. أما من على الجبل عنا جبل الشيخ، جبل حرمون ظهر النبي موسى والنبي إيليا، والمسيح تغيرت ملامحه والله أعلن عنه كابنه الحبيب. أما الحصة الأكبر كمان من عنا، من الأرز يلي انبنى منه هيكل سليمان ويلي انعرف حرفياً بأرز الرب، وبيقول المزمور تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذي نصب. شو في عنا؟ عنا كل التاريخ، عنا كل شيء تيكون عنا بلد يستقطب سياحة دينية. إجا الوقت للعالم يجي يشوف وين كانت بشارة الأجداد يلي صارت رسالة الأحفاد. كله من عنا أستاذ وديع. هيدا كله عنا. شو اللي ما عنا إيه؟ عنا كل شيء. وهلأ جا الوقت للعالم يجي يشوف وين كانت بشارة الأجداد اللي صارت رسالة الأحفاد. اليوم الفاتيكان حطنا على لائحة الحج الديني، عم نشوف انه الشركات السياحة والسفر وبعض المعنيين عم يتوجهوا
أكثر وأكثر نحو السياحة الدينية، رح بتصير ترند بلبنان، واليوم عم نشوف أنه من الأفضل أنه يكون في عنا برامج سياحية بيئية دينية تاريخية ثقافية. فهالشي هيدا عم نشتغل عليه، وإن شاء الله قريبا رح يكون في عنا رزم سياحية مسعرة وموجهة للأوروبي تيجي على لبنان بهيدا الهدف. دايما بنحكي عن المشاريع السياحية والمسارات اللي عم تنحط عليها السياحة بلبنان بكافة مجالاتها، لأنه عنا سياحة تشمل كتير أشياء، بس ما بنحكي دايما بنحكي بالتفاؤل، هل فعلا هو تفاؤل هالقد أو عنا أشياء ناقصة، عنا أشياء مش موجودة، عنا نقص بمحلات، مع العلم أنه دايما المبادرات الفردية هي اللي شكر لها، لأنه هن الأشخاص الأفراد مثلك ومثل كتير أكيد شغل أكيب عم تشتغلوا لحتى هالسياحة تاخد حقها بلبنان اللي هو يرتكز من زمان وجاي عليها. الحمد لله اليوم عم بيكون في تعاون ما بين القطاعين العام والخاص. بعدنا طالعين من مؤتمر عنوانه نحو سياحة مستدامة، نعم. وكان بالشراكة ما بين النائبات السياحية ووزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كلنا سوا هدفنا أنه نقدر نحقق السياحة المستدامة. اليوم لبنان بينعم بتنوع سياحي، بينعم أنه عنده مقاصد كتيرة سياحية، بس بعدنا عم نشتغل على السياحة الموسمية. يعني نحن عم نحكي مستدامة يعني كل السنة، يعني كل السنة يعني 12 كل شهر الفصول، بوجود السياحة الدينية وبوجود السياحة البيئية بوجود السياحة البحرية والتزلج سياحة المؤتمرات، قدرين نشتغل السنة كلها وأكيد سياحات بعد. نعم. تانية. طب هلأ بظل الأحداث اللي عم بتصير، دايما قبل الصيف بيصير في أحداث أمنية بتعكر الجو شوية، بخفوا الناس اللي جايين لأنه يمكن التقل عم بيكون دايما على المغتربين أو الأجانب اللي بيجوا، أو صحح رغم لا. هالأحداث هيدي، اليوم لبنان عم ينعم باستقرار أمني وسياسي. أنا امبارح كنت بجولة على بعض فنادق بيروت الخمس نجوم، كبر قلبي لما بشوف قديش في عنا إنكومينج، قدي عنا وافدين اليوم على هالفنادق هيدي، خاصة من المغتربين اللبنانيين. نعم. وعندنا حجم أكبر بكتير من سنة الماضية من الخليجية، تحديدا السعوديين، ما بدنا ننسى الكويتية هالسنة كمان عم يجوا بأعداد كبيرة، تحديدا السعوديين لأنه قاطعوا يمكن اليوم رفعوا الحذر. نعم. واليوم يمكن مصائب قوم عند قوم فوائد، وفي عندهم مقاطعة لتركيا، فهالشيء أكيد رح يستفيد منه لبنان. لبنان استاذ وديع، دايما في مسار للسياحة عم بتحطوه، وين صرتوا بهالمسار اللي انرسم من كم سنة ديجا؟ تنكون واضحين، لا يمكن بعد ما صار له سنة بلشنا برؤية سياحية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي. نعم. بلجنة السياحة، وطرحناه على وزارة السياحة مثل ما طرحناه على رئيس اللجنة البرلمانية. نعم. ومثل ما طرحناه على رؤساء وأعضاء مجالس النائبات السياحية، وكان عندنا ورش عمل كمان مع أصحاب ومدراء المؤسسات السياحية، وانطرحت عليهم هالرؤية بهدف أنه كلنا سوا نعمل سياستنا السياحية. اليوم بلشنا بهيدا الموضوع، وأكيد موضوع المؤتمر كمان كان في بلاتفورم للسياسة السياحية، وإن شاء الله قريبا القطاع هو اللي بده ينهي سياسته السياحية. اليوم المجلس الاقتصادي عم يسعى بهيدا الموضوع، عم بيخلق التواصل والتعاون بهدف التكامل. إذا قدرنا نوصل لتكامل لسياسة سياحية حقيقية نحن كقطاع سياحي خاص وعام واضعينه، أكيد النتيجة رح تكون كتير منيحة. نحن كمجلس وين؟ اقتصادي اليوم شغلتنا هي رؤية وسياسات، بس تخلص هالسياسة بدورنا رح نطرحها على هيئة المكتب بالمجلس الاقتصادي، تبدورون يطرحوها على طاولة رئيسة الحكومة. نعم. على الأرض نحن وين؟ على الأرض نحن أفضل من سنة الماضية اللي كانت أفضل من اللي قبلها. نحن السنة منتوقع أنه رح بيكون في عنا زيادة حوالي 10% بمجمل السياحة. اليوم مثل ما قلنا بيروت عم تشتغل أفضل من السنة الماضية، خاصة فنادق الخمس نجوم اللي كان عندها مشاكل كتيرة بالمرحلة السابقة بغياب السوق الخليجي. اليوم بيروت يمكن عم توصل لحوالي 90%
نسبة الإشغال، وخارج بيروت بالمدن السياحية اليوم عم بتحقق 60%. المصايف تبعيتنا بتركز بصورة أساسية على السياحة الداخلية وعلى الاغتراب اللبناني. نعم. السنة ما شوبت منيح، فناطرين يمكن بس تشوب أكتر بيطلعوا أكتر على المصايف. بس السنة كمان بأوروبا ضرب الصيفية مضروبة السنة، لأنه في ثلج وبرد وشتاء، يمكن كمان الأوروبية بيتدفقوا أكتر لعنا بظل هالأحوال الطقسية. عم نشوف أوروبية بأعداد أكبر أكبر بكتير من قبل. والحلو بالأوروبي أنه رح يجي بعد الصيف، وهذا الشيء رح يساعدنا تنقدر نحقق السياحة المستدامة. سياسة السياحة المستدامة شو بتعني بهذا الشيء لما بنحكي عنها؟ يعني نحن حطينا سياسة للسياحة مستدامة 12 شهر على مدار السنة، كيف هذا الشيء؟ رح خبرك عن المراحل اللي بدها تتحقق فيها. أكيد مثل ما قلنا عنا تنوع سياحي، نحن هدفنا اليوم كقطاع سياحي أنه نقدر يكون في عنا مقاصد سياحية داخل لبنان. هالمقاصد السياحية رح بتكون موجهة لأسواق معينة، مفروض أنه يكون في عنا رزم سياحية مسعرة مهدفة تتسوق وتجيب الأشخاص المهتمين على هالمقاصد هيدي. ما عدنا اليوم يعني ما عد صح أنه نسوق لبنان وحده كمقصد سياحي. المفروض يكون في عندنا مقاصد سياحية مثل بيروت مقصد سياحي، مثل جبال مقصد سياحي، مثل سور مقصد سياحي، ومثل مناطق تانية كمان قادرة أكيد أن تكون مقاصد سياحية. مع العلم أنه أكيد في عندنا تنوع بسياحتنا، مثل ما حكينا نشتغل على السياحة الدينية اللي بتقدر تشغلنا 12 شهر. أكيد. ومقصد سياحي بعلبك فيك؟ أكيد مقصد سياحي اليوم بعلبك هي من أهم المعالم أكيد. السياحية عالميا أكيد. مثل كمان عنا جبال اللي هي حقيقة اليوم نحن لما بنلتقى بالشركات السياحة والسفر العالمية بنتفاجأ أنه بأغلبيتهم ما بيعرفوا مناطق نحن بنعرفها كتير منيح ومؤمنين فيها أنها سياحية، بس على الأكيد كلهم بيعرفوا بعلبك، كلهم بيعرفوا جبال. أكيد. لما عم نحكي على السياحة الدينية وشفنا الفيديو قبل شوي على المناطق، رح يتأمل مع وكالات السفر والأجانسات اللي موجودة بلبنان نقل باكجات تنعطى مثل ما تفضلت. كل شيء متوفر اليوم. شركات السياحة والسفر بالسنين السابقة كانوا بأغلبيتهم بيشتغلوا على الأوت جوينج، بعضهم بأغلبيتهم عم يشتغلوا على الأوت جوينج، بس عم نشوف أنه في شركات اليوم عم تهتم بالإنكامينج، عم تشتغل أن تجيب سواح على لبنان وافدين على لبنان. من هيك عم يشتغلوا أنه يكون عندهم باكيجات سياحية أو رزم سياحية عم بيسوقوها بالخارج. صار في عندنا رزم سياحية، هذا الشيء كان مفقود بالمرحلة السابقة. استاذ وديع، والفنادق اللي هي كمان بدها مقومات تضل قايمه، عم تحكي على الخمس نجوم، يعني بدون انترتيان، بدون بظل وضع اقتصادي دقيق اذا بدنا نسميه دقيق، ورايح اذا مثل ما عم نسمع رايح على الافلاس. نحن اليوم وضعنا كفنادق دقيق، أغلبية فنادقنا عليها استحقاقات للمصاريف، استحقاقات ضريبية، عليها كلفة تشغيل عالية، وبما أنه عم نشتغل موسميين فنحن اليوم عم نتكل على موسم الصيف وبعض المناسبات، من هيك مضطرين نطلع مصاريفنا بهالموسم هيدا وبهالبعض المناسبات. نعم. يعني بنجمع إذا بدك المدخول الفندق كله سوا بيجينا من خلال هالفترات هيدي، بس بدهم يكفونا بدنا نقسمهم على 12 شهر. فأكيد اليوم وضع الفنادق دقيق ودقيق جدا. عدد كبير من فنادقنا اليوم أصبحت للمصاريف، وعدد كمان كبير سكرت أبوابه. فشغلنا الحقيقي اليوم أنه نخلق الثقة بالقطاع السياحي تنقدر نرجع ندعي المستثمر. عم نحضر ملفاتنا، رايحين إن شاء الله قريبا لمؤتمر بشجع على الاستثمار بالبنى التحتية السياحية إن كانت الفندقية ولا غيرها، ومتكلين بصورة أساسية على الاغتراب اللبناني. نعم. بيقول وزير جيدانيان أنه السياحة عادت إلى لبنان سنة 2019 من باب العريض.
نعم. كان هلا السنة أعرض من غير سنين؟ ما نحن بسنة 2019، هالسنة يمكن في عنا تنوع أكثر بسياحتنا، لأنه رفع الحظر من قبل الخليجيين، لأنه عم نشوف أنه السوق الجديد اللي اشتغلنا عليه من 3 سنين نعم. بلش يعطي نتيجته بالنسبة للسائح الأوروبي. أكيد اليوم الكل حاطط البلافون تبعه هو 2010 اللي كان يتكل على السياحه الموسميه، فهالشيء ما بكفينا نحن. نعم. نحن اصحاب مؤسسات، نحن اللي بندفع الفاتوره، نحن اللي بنخسر مؤسساتنا. نعم. نحن المسؤولين عن العيال يلي عم تشتغل ضمن هالمؤسسه واللي صرنا نحن وياهم عائله وحده. فاليوم ما بكفينا موسم، نحن بحاجه لسياحه مستدامه. هذا القرار اخذناه كلنا سوا، وزاره سياحه وقطاع خاص، عم نشتغل له وما فينا بلي. بالموازنة رح يكون في للسياحة بيجي أحسن من غير سنين؟ يا ريت. أنا ما بعرف بهالتفاصيل هيدي. نحن بهمنا أنه يندعم القطاع السياحي، بهمنا أنه يكون له بادجت أكبر، أكيد. مثل ما بهمنا أنه يكون في عنا هيئة لتنشيط السياحة بالشراكة بالإدارة ما بين القطاعين العام والخاص، يكون في دور للقطاع الخاص أساسي مؤثر مثل ما في دور للقطاع العام. هالشي منه جديد، موجود بالعالم كله، ما عم نخترع البارود. اليوم لازم نحقق هيدا الشيء، وكل واحد ياخد دوره ومسؤوليته تنقدر نحقق سياحة مستدامة. لما منحقق سياحة مستدامة رح نحقق ازدهار اقتصادي. أكيد. بلبنان، لبنان بحاجة لهويته السياحية، مش البلد الوحيد اللي اتكل على السياحة وقدر يخلص حاله من مشاكل كتير كبيرة اقتصادية. بما انه هيدا البلد بينعم بتنوع سياحته، بينعم بشعب سياحي مثقف مهذب بحب السائح بحب بلده. نعم. فليش ما بنشتغل ومنركز على هيدا الموضوع؟ اللبناني منه بطبيعته صناعي، اللبناني بطبيعته هو مضياف. سياحي مضياف. استاذ وديع، تنكون واضحين مع الناس قبل ما نختم، هل هناك تحفظات على كل هالامور والخطط اللي حاطينها؟ في تحفظات؟ ما في تحفظات، لانه القطاع هو اللي عم بيحط خطته، هو اللي عم يعمل ورش عمله. يعني اليوم ان كان قطاع خاص ولا قطاع عام على تواصل، هن اللي عم يشتغلوا، قد ما بيشتغلوا افضل قد ما تطلع خطتهم افضل. ان شاء الله. ان شاء الله. مرسي، نحن بنشكرك على وجودك معنا، وان شاء الله على موسم سياحي. عم بتوصلوا صوتنا اكيد، وعلى موسم سياحي افضل من سنه لتانية، ويعطيكم الف عافيه. ان شاء الله. دائما مشاهدينا، المبادرات الفرديه بلبنان هي اللي عم بتوصلنا للاهداف اللي بدنا اياها. اكيد ان شاء الله بصيف حلو، بسياحه بعد احلى، وسياحه مستدامه على مدار السنه. انا وياكم رح ننتقل لشوفكم الجمعة الجاية أكيد، من الاثنين للجمعة على الموعد، والثلاثة روي وأنا منكون سوا. خليكن معنا، وبشوفكن إذا الله راد الثلاثة الجاي.